Determine and locate the resultant R of the two forces and one couple acting on the IB. عندنا two forces، ادي فورس اهي وادي فورس وادي كابل، عايز الريزلتنت ار بتاعه وفين مكانها. طب خطوات الحل ايه لما يطلب كده؟ يديني مجموعة قوى وكابلز ويقول لي انا عايز قوة واحدة بس، وين مكانها؟ هنقول كده سيجما الاف اكس يساوي، وادي الاتجاه الموجب، ونقول كده سيجما الاف واي يساوي، وادي الاتجاه الموجب، وبعدين نكتب الار تساوي حاجة اي وحاجة جي بالكيلو نيوتن، وبعدين نجيب الار كماجنتيود اللي هو الجذر التربيعي ار اكس تربيع زائد ار واي تربيع. لو مفيش اكس بس واي زي ما احنا شايفين خلاص مفيش زاوية ولا حاجة. طب وبعدين نجيب المومنت بتاع الكابل وناخد اي اتجاه موجب مثلا كده، وبعدين هنعمل خطوة ان المومنت ده يساوي الار في المسافة. بس نخلي الخطوة دي شوية نفهمها بعد شوية. سيجما الاف اكس مفيش اي حاجة فزيرو. بالنسبة للواي في خمسة لفوق وفي تمانية لتحت فيساوي ماينس ثري كيلو نيوتن، يبقى هنا صفر اي وماينس ثري كيلو نيوتن جي، وعندنا الوحدة بالكيلو نيوتن. طيب تحت الجذر التربيعي يطلع صفر تربيع زائد تلاتة تربيع ماينس تلاتة تربيع يبقى تسعة، جذرها تلاتة كيلو نيوتن. يبقى عرفنا ان الار تلاتة كيلو نيوتن. فين بقى مكانها؟ عايزين نحطها في مكان، ادي نقطة التثبيت، عايزين نحطها على بعد بحيث هي فين؟ هي لتحت ار اهي على بعد اكس، بحيث تعمل نفس المومنت نتيجة التلاتة دول. طيب هو الار لتحت فتعمل مومنت مع عقارب الساعة، وانا افترضت مع عقارب الساعة موجب، فالمومنت اللي هيطلع لي من كل دول لازم يساوي الار ضرب المسافه اكس اللي هو طالبها. يبقى ار في اكس هتعمل كابل مومنت كده، وانا هحسب نفس الكابل مومنت نفس الاتجاه واساويهم ببعض. تعالوا نشوف التمانية هتضرب في ستة فتعمل موجب. طيب وده لا سالب يبقى سالب 25. طب وده عكس برضو يبقى سالب خمسة في مسافته اللي هي اتنين. تمانية واربعين ناقص عشرة يبقى تمانية وتلاتين، ناقص خمسة وعشرين يبقى تلاتاشر كيلو نيوتن دوت متر. يبقى ده الجواب عندي اللي لازم يطلع من الار اللي هي بتلاتة ضرب اكس. يبقى الاكس بكام؟ اقسم التلاتاشر على اربعة، يعني اربعة بوينت واحد على تلاتة 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 متر. يبقى القوة لازم تكون 3 كيلو نيوتن لتحت، ولازم تكون على بعد 4.33 يعني هنا كده في الحتة دي كده هنا، بحيث تعمل نفس المومنت اللي يسببه التو فورسز مع الكابل.